بداية ليه على كل بديت عام 98 في البرنامج سموع الركح، أول مرة طلعت في التلفزيون مع لطفي حريز، ومن بعد مشينا ديريكت للجينيول القلابس مع قلابس اسكندر خليل، كنا فيها وقت العبد لله، فيها جلول جلاسي، سونيا البجاوي. خدمنا 98 99 2000 2000 كانت معناتها الوطنيه الاولى، خلينا نسمع قنابس المرحومه تونس سبعه قبل فوالا. دونك عام 2000 هي اللي اكثر معناتها اكثر عام اللي خذيت فيه معناها شانس في القلابس، خذيت برشا اصوات فيها، وكانت الانطلاقه من غادي. وليت بفضل الله سبحانه موجود في القنوات الكل، موجود بون هي قناه وقتها، اما موجود في ليزيميسيون الكل، سواء كانت اذاعيه ولا تلفزيه، دي انترفيو في الجرايد، اسم لباس نجيب موسى الحمد لله معروف. جيني فترات اني نبعد شويه على الاعلام، نبعد شويه على التلفزه، انا نحب كيكه خاطر ماك تعرف واحد كثر من العسل اللي مصات يقولوا، دونك واحد ماذا بيه يبعد شويه باش وماك يعرضوه في الشارع، وينك يا نجيب وينك يا نجيب ارجع لنا، معناها حلوك يفقدوك خير من اللي تبقى ديما موجود وتولي الناس تقلق منك وفك علينا، كيما برشا موجودين تو في الساحه سواء كان ممثل ولا مقلد ولا نقول لك ابار القلابس. معناها عام 2000 وقتها كانت ضربه بكدا بكدا، عملت شويه مسلسلات لكن ماهيش تنجم تقول مش باقتناع، اما ما وصلش الدور اللي يلزم انا اللي كنت انا نسنى فيه، معناها ما وصلنيش الدور اللي انا حاجتي به، ما عملت كلك ظهور مش برشا، فهمت؟ فما في قناه 21 كانت قناه 21 مسلسل، اذا صدقني ربي شو نسيت حتى على اسمه، تلمو خذيت فيه دور صغير، انت مش لازم شعلنا فيه. فما خلينا نحكي لك يمكن على الاعمال الاذاعيه اكثر منها، خاطر مثلت برشا، نحب نخدم برشا ورا الميكرو، حبش بالكاميرا، حب صوتي هكا. هو عملنا مسلسل 30 حلقه في الاذاعه الوطنيه في رمضان، اشي ملاك يا عين واشي ملاك يا قفه، اخراج محمد السياري، كانت معنا فيه لطيف القفسي، كان عبد القادر مقداد، وجيه جندوبي، رمضان شطه، يعني وجوه كبيره، فهمت؟ عملنا 30 حلقة، وبعد العام اللي بعد عملنا 15 حلقة في نفس المسلسل. كتبت أنا سلسلة زاد للإذاعة في رمضان اسمها ذوق والذوق، اللي هي روسات متاع ماكلة، كيما ما نقولش سرق خاطر ما نحبهاش الكلمة، كيما خذاوها بعد شو اسمه خويا جعفر القاسمي، خدمها في القناة التونسية ذيك متاع كل الرسائل اللي عم فيها ذيك. وأنا خدمتها قبل في الإذاعة الوطنية، عملت 30 حلقة اسمها ذوق والذوق، كتبتها أنا ومثلتها أنا، كيما هكاك معناها ناخذ موضوع كيما نقولوا احنا سيركيلاسيون ولا موضوع متاع صحة ولا ونعمل له رسائل كأنك الطيب، فهمت كيفاش؟ الطريقة الهزلية هذيك. خدمت في الموزايك برشا من عام 2004 حتى 2013، العروي بديناها بالعروي 2004، عملت ديسكيتش يومية في الموزايك. تقول لي انت يحتمل وينهم لي سكيتش هذوك؟ ما كانش فما فيسبوك مالوريزمون بالنسبه لي انا، ما كانش الانترنت ماخذ سكسي كبير، لو كان نتصور وقتها جاء في فيسبوك وحتى في عام 2000 وقت القلابس رايح كاي اخرى ما بكل ما بالامكانيات هذيك الصغيره، والحمد لله نجيب موسى موجود حتى لين وصلنا ل 2013. بون نرجع لك يمكن شويه قبل الثوره، خدمت في قلابس نتاع سامي الفهري في كاكتوس، لوجيك سياسي صار بعد الثوره، كناش نحكيوا على السياسه جمله، كان قديشنا لوجيك، عملنا سلسله قديشنا لوجيك في رمضان، وبعد رمضان تعدينا للوجيك الرياضي، وقتها كان ستاتسات يتعدى يعملوا معز من غربيه، يتعدى في قناة المرحومة كما قلت لك تونس سبعة. خدمت قلت لك أنا والفنان، كنت نقوله فنان، هو دي إن شاء الله يبقى فنان، نحترمه برشا بالحق، هو موضوع
ما نحبش نحكي فيه، ما خلينا نحكي فيه مادام جات الفرصه. وسيم الحريسي مي قالوا خدمنا مع بعضنا، حبينا بعضنا برشا، نحترموا بعضنا برشا، انا نحترم الناس كل، الناس كل تحترمني. عمرني ما نقدت انسان نقد مش في صالحه، حتى كان نقدته نقدته في صالحه. خدمنا تفرقنا، كل حد مكتعرف مكتوب، هي معناها يقول لك الكرش في المصارن في الكرش تتعارك، واحنا ما تعاركناش، كل حد مشى ربي وجهه خير، كان ربي وجهني خير، فلان جلوج لاسي ربي وجهه خير، لطفي بونقة كيف كيف، الناس كل مقلدين ممتازين كلهم اللي سميتهم لك هذوما. يمكن نعيب كمال في حاجة، أنه الإنسان الفنان يزمه يكون كامل، والكمال لله. فاش ماكش فنان معناه أنت باش تقدم برودوي ضحك به العباد، مش هذاك الفن. لما حالة باش يقبلك فلان وباش يحكي عليك، يكتب عليك الإعلام ويحكي عليك، تحكي عليك الصحافة، معناه داكور تكون عندك باجاج وعندك تالون وعندك برشا. ناس تنسى الأخلاق اللي هي هذيك بالحق، الفنان اللي كان ما عندوش أخلاق يجي باش يكون فنان، صحيح ولا؟ باه تقول لي أنت علاش قلت هكايا؟ عطوا نجاوبك أنا. وقت اللي مي قالوا مشى يخدم في القعد، هو يخدم في التونسية، تولي ولا التونسية بعد، قبل الساعة ما تجي القلابس متاع التونسية من بعد. نحكي لكش على كاكتوس، كاكتوس تفهمنا فيها لوجيك الرياضي وقداشنا لوجيك، مازالت تولى هنا فماش قلابس في تونس جملة. جات نسمة عملت لي جينيون، خذتها اون اكسكليزيفيتي في الـ في الـ في الـ المغرب العربي، تونس الجزائر المغرب موريتانيا وليبيا، اللي معناه اون اكسكلوزيفيتي، البلاد الوحيده، مش البلاد، القناه الوحيده اللي تنجم تخدم لي جينيون هي نسمه. اكونديسيون انت اخدم وانا نخدم، لا تجبدني، اذا كان جبدني بخير يرحم والديك، تجبدني بالشر وتتهمني بتهم اللي انا مش هكاك، هنا اخويا نقول لك ستوب. صار الاتصال مع قناة نسمة، وكان اسكندر خليل معناه هو اللي عيط لي مع نبيل القروي. ولا سهلة العملية، ماهيش صعيبة، فيو لي أنا عندي خبرة في الجينيول، فيو لي معناش في الساحة برشا ناس تخدم في التقليد الأصوات. وكما قلت لك اسم نجيب موسى ما أنت معروف من قبل من القلابس القديمة، هذا هو، بدينا نخدم على رواحنا. قلت لك نعيب شويه، برك نرجع لك شويه، نعيب شويه على وسيم. قالوا نقول له وسيم ماذا بيك اخدم، نقول لك اخدم، تيو ادي تالون، اخدم ربي عينك، احترم زملائك. عيب انك تقول فلان سرقني، خاطر انا قبيله حكيت على فكره ذوق وتذوق، ما قلتش فلان سرقني، خدمتها قبله عجبته الفكره طورها بدلها، مثالش يخدم ربي عينه في الاخر. انا نضحك، اما اذا كان انا باش نسرقك راني ما سرقتكش. علاش؟ على خاطر الباجي قائد السبسي وقت اللي يقول فبي حيثو، الفبي حيثو هذيك مش متاعك يا ميقالو، مش متاعي، هذيك متاع الباجي. واذا انت مقلد تبع ليتيك متاع بيرسوناج باش تقلده اوتوماتيكمون باش تقول فبي حيثو، معناه نهار اللي يقدر عليك ربي ويسهل عليك ربي ويجيبوا لك الماريونات متاع مصطفى بن جعفر، مثالش قول نقطه نظام، خاطر نقطه نظام انا قلتها هكا ولا عيب انا باش نقول لك لا نقطة نظام تاعي ما تجيش. انا عمري ما سرقت لك من 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 الاسكتش نتاعك، قلت في التونسية نتاعكم، قلت نجيب موسى يهزلي في الاسكتش من الفيسبوك. وين كنت انت قبل الفيسبوك وقت اللي ما فماش فيسبوك؟ فاش تعمل انت وقتها؟ كيفاش انا نسرق لك في الاسكتش نتاعك من الفيسبوك سبيسيال نتاعك انت، ولا كيفاش نكتب للروحي في سكتش والموزايك تخدم فيها انت؟ خير دليل على ذلك امشي ارجع للارشيف من 2004 وشوف نجيب موسى شنو يكتب. لا التجئت لميقالو، لا نعرف وقتها ميقالو، لا فما هو اصلا. انت دو زون التالي كنت تتفرج في التلفزه سيتو، تصنت في الراديو، تو طلعت بس يخدم على روحك ربي عينك، عندك موهبه محلاها نتفرج فيك نضحك لك. اما اذا كنت تمس زملائك تولي لهنا امور اخرى، تولي ما عادش تضحك، تولي تخلقك الكره، تخلق الحساسيات اللي هي ما عنديش مع زملائي بكل، ما صارتش حتى انا وجلو جلاسي وانا ولدت في بندقه اللي هما هذوما تنجم تقول هما
سلاطين متاع التقليد في تونس، ودخلت معاهم وحبوني وفرحوا بي، وما قلت فيهم كلمة خايبة، اللي عمرهم قالوا فيها كلمة خايبة. فلا تسامبلو ما هذا يقولني اللي عندي منقول. وأنا تويك نخدم في نسمة، يحتمل تجمعنا الكتبة ونرجع ونقفوا في قدام نفس الميكرو كما قبل. البرسوناج هذاك الحسن هذاك صوتي الحقاني اللي يقول الأربعاء 25 أكتوبر 2018 مرحبا بكم في هذاك صوتي أنا الحقاني، ما فيش تقليد. عن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بكل محبة وبكل مودة وبكل إخلاص. تو هذه ريت البرسوناج هذا وقت اللي خدمنا احنا وقال بونتي ديفين، وقت اللي تنرفز مرة بونتي ديفين، أول ما عملناه احنا بونتي ديفين، مي قالوا خدم بعض وقال بونتي ديفين، شبي نقولوش شبيك تعانت فيا أنا، مش متاعي بونتي ديفين، قالها الراجل هذاك، قالها السيد، يخدم أنت على طريقتك وضحك بها ونخدم أنا على طريقتي. بربي فهمني ولا إن شاء الله هو زاد يسمعني ويفهمني. على كل حال بكل محبة وبكل مودة وبكل إخلاص نحب نقول لكم يا ناس أن الفن راهو أخلاق أو لا يكون، ميساج نوصله للناس الكل بصوت المنصف المرزوقي. أي نقطة نظام يعيشكم تراه مصطفى بن جعفر، أي كما قال المرزوقي الفن راهو احترام، والفن ماهوش دربان مترقة وموش دربان لغة. شكون تحب نقلد لك آخر؟ سمير ديلو. لا 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 لا، شوف أنا نقول لكم حاجة، التقليد حاجة خارقة العادة، الفن مزيانة، لكن حاب نقول حاجة، ما تخليوش نقول المقلدين إشاعة في تونس، إذاكم تحبوا بعضكم باش تقعدوا فسحة. نحب نقول تحية سبيسيال كانت رسمان عم سلسل، تحية سبيسيال نبيل القروي رواسمة، لا عندي لغة لا عندي قفة لا عندي وما يعطي فيه وانا نخدم وناخذ في فلوسي ونعطيه برودوي ويمشي على روحه. إنسان هذا يمكن برشا ناس يقولوا خطر نسمع في الشارع كي يتذكر اسمه يقولوا به وعليه ويلسقوله في تهم، نقول لهم والله العظيم إنسان غير عادي، إنسان راجل، إنسان بكلمته، إنسان متقي الله ويعرف ربي ويعرف شو يقول ربي ويعرف شو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نحكي لك يعني خطرني يمكن راني كنت نقول كيفهم قبل عليه، ما بحكم عشرتي ليه إنسان فنان وإنسان ذواق وسيرفيابل، إنسان متواضع على الأخر، وكي تبدأ تخدم معاه تحس أنك خوك، ما يقص لك حتى شيء، حرية تامة في الخدمة متاعنا. ولا حبيت جست بارونتيز صغيرة نحكي فيها على الشخص اسكندر خليل، نقول له يا اسكندر قبل ما تكون اسكندر متاع ليجينيول أنت خو بالحق في قلبي، خويا خويا معناها دون لو فري سونس، خاطر انسان اخلاق الاقصى درجه، اخلاق عاليه ياسر، انسان فنان، انسان حساس، انسان ذواق. ونقول له يا اسكندر خساره اللي بدا معنا في ليجينيول دي مغرب في نسمه، خساره اللي مشى وسي سون شوا، ما تجمش تقول له علاش، انا للحظه هذه ما نعرف زاد علاش اختار انه بدا معنا من بعد انسحب، ربي يوجهه خير، ما إن شاء الله زاد تجمعني به خدمة أخرى. وهني قلت لك اسكندر خو قبل ما يكون حاجة، إن شاء الله بحول الله. أنا ديما ولد الموزايك، خطر في كل وقت عيط لي سي نوردين بوتار وندز الباب وندخل، معناها العروي سوى سكتشوات ولا حاجة، خطر 2012 الصيف هذايا خدمت فيه، نجم نعاود 2013 العروي 2013 إلى جانب عندي سلسلة إن شاء الله باش تكون في الأكثر 90% بشكون على الوطنية واحد في رمضان زادة، خليني مشتاق نقول لك عليها شنية، خاطر ما زالت تتطبخ، فهمت؟ ولا ولد نسمة على طول، طول عرض في القلابس متاعنا لجينيول دو مغرب. نحب نقول لك ليك أنت مرسي، يعطيك الصحة على استضافتك هذية، مرسي بور ميوزيكانا إلى الأمام، خاطر نمن بحاجة أنه إنسان كي يحط في قلبه ويحط في مخه ويوصل ويتحدى كل حاجة تعرضه في ثنيته، إذا كان يحفروا له إلا إذا كان يكرهوه ولا إذا كان يحسدوه، خاصة ما نقولش يكرهوه. دونك إلى الأمام ميزيكانا، إلى الأمام كمال،
ميرسي مرة أخرى، وإن شاء الله تجمعنا بكم فرصة أخرى، وميرسي للي باش يتفرج في الانترفيو هذا، حتى اللي ما يتفرجش زاد ميرسي. جافو زومبراستو.